أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما احنا شايفين يا جماعة كده، معانا مروحة صيني أهي، حيط زي ما احنا شايفين. طبعا صاحبها بيقول لي دي بتلف ما بتجيبش هوا. ما بتجيبش هوا ليه؟ بيقول لي ما شفتها لقيتها بتلف شمال، بدل ما تلف كده يا جماعة يمين من فوق كده، بتلف كده. وهنجرب كده مع بعض ونشوف اهو كده يا جماعة. بسم الله، بصوا يا جماعة بتلف ازاي. بتلف عكس الاتجاه، يعني عكس الاتجاه تلف شمال، المفروض تلف يمين. طيب هنفكها كده ونشوف ايه اللي فيها وايه اللي عكسها كده شمال، ونفكها وارجع لكم. هنفك كده الوش يا جماعة. ده فكينا المروحة، ليها ثلاث مسامير بتمسك العلبة دي في الوش ده اهو كده يا جماعة، زي ما احنا شايفين اهو. نفكها بقى كده اهو كده وارجع لكم تاني. هنفك برضو الوش ده يا جماعة من الاربع مسامير دي كده. هنخلع الوش ده، خلعناه اهو يا جماعة بالاربع مسامير اهو كده. ونبص كده يا جماعة اهو، اللي احنا هنعمله بقى يا جماعة ان احنا هنفك الاربع مسامير دول كده اللي هما ماسكين الوش ده بالوش ده، ونفك المسمار ده اللي هو بتاع الدراع، لان هو ده مهم جدا، ماسك الجزئين، ماسك الوشين في بعض. يعني لو ما فكناش ده مش هيتفكوا من بعض كده. وهقول لكم هنعمل ايه عشان نعدل الحركة بتاعة الموتور. طبعا هنفك المسامير اللي رابطة الوشين دول، حركة بسيطة هنعملها يا جماعة هتتعدل كل الدنيا وهتشتغل المروحة مية مية اهو كده. المروحة لفة شمال بدل ما هي لفة يمين. افك بقى المسامير دي كده وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعة فكينا المسامير، بسم الله. نفك طبعا المكثف ده، اه يا جماعة عشان نعرف نفك الاستيتور اهو كده كمان. نفك المكثف، مسمار طويل، ايه ده؟ اهو يا جماعة فكينا اهو. وهنفك الجزء ده كده. احنا هنعمل ايه بقى؟ مش هنعمل حاجة غير ان احنا هنفك دي الاستيتور ده ونوجهه ناحية كده يا جماعة. بصوا اهو عكس اهو كده يا جماعة. السلك ضيق كمان اه، السلك مش عايز يدخل، عشان السلك لازم البوبينة دي تدخل من فوق. طب افك انا بقى، لازم افك الحتة دي المسمار ده اهو كده يا جماعة. هنفك الاستيتور ده، الحديدة دي اهو، ونطلع دي كده اهو، ونحط كده، لا كده اهو، هنخلي ايه ده كده اهو عكس كده يا جماعة عكس. ونجيب البوبينة ونديها شوية زيت اهو يا جماعة كده، نديها شوية زيت عشان ما تكونش هي متزيتة. الزهرة عند واحد هو عمل فيها المشكلة ديك. حطينا اهو شوية زيت يا جماعة، زيت عربيات او زيت مواتير، وننزل الموتور كده ونديها دي كمان اهو، نديها شوية زيت. نجيب بقى الوش اللي في الظهر ده ولا ايه، ونديله برضو شوية زيت هو كمان اهو كده يا جماعة
ونقفل عليها كده، ونقفل بقى ايه بنفس التقفيلة دي كده اهو يا جماعة، اهو نقفل بقى، هقفل انا بقى ايه كده، ونجيب المسامير ونقفل عليه اهو كده يا جماعة، نجيب المسامير بقى ونقفل يا جماعة اهو. جبنا اول مسمار اهو يا جماعة كده اهو، طبعا اربع مسامير بتوع الموتور في الجناب هعملهم بقى انا ايه، اعملهم وارجع لكم. خلاص يا جماعة ركبنا كل حاجة اهو، فاضل الايه البتاع دوك المكثف هنركبه برضو بنفس الطريقة بتاعته اهو كده. طبعا السلك قصير، هو للأسف غلطة صنايعي او حد من الصنايعي، ممكن يكون هو صاحب الحاجة حاول يعملها او حب يفك زيتها او يعمل فيها اي حاجة فعكس الاستيتور بتاعها. خلاص كده يا جماعة اهو، هنجيب بقى ايه الاجزاء ونرجع ايه الدراع ده اهو يا جماعة كده اهو، واجيب بقى الايه العلبة ونجرب ونشوف ايه اللي حصل. خلاص يا جماعة هنجربها كده اهي، اشتغلت يا جماعة الحمد لله، اشتغلت يمين غير الشمال، طبعا نتيجة العابس، حد عبس فيها او عكس حركتها، الحمد لله كل شيء مية مية نتيجة لعبس واحد بس او لكبها غلط. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.